الماتيريالز الجديده اللي موجوده هسه حاليا كلنا نشتغل بها ومن ضمنها هم تاسسوا جماعه يعني جامعه بغداد اللي هي اسمها الميتابكس ما ذاك فيها المحاضره بس هي الميتابكس انجكتبل تايب يجي تيوب وبي نوزل اوكي وبي ستوبر ديسبوزبل نوزل وبي ستوبر اقيس على الستوبر وركينج لينث فالشيء كلش حلو وسهل اقيس وركينج لينث وخلي ستوبر على الوركينج لينث وادخله داخل الكنال واسوي له انجكشن داخل الكنال شنو عباره عن شنو كالسيوم هيدروكسيد هاي الماتيريال هنا ذاك لكم اياها ما بيها السي ام سي بي قول انه انا لقيت انه انا ما عندي حاجه للسي ام سي بي هو السي ام سي بي ايش راح يسوي لنا هو انتي بكتيريا لقوا انه الكالسيوم هيدروكسيد هو وحده يعتبر انتي بكتيريا احد عنده فكره ليش يعني الكلام ما تكلش عليه الكلاين ما تحصل هو انا لما احتاج انا احتاج للشغل مالتي شنو الاكتيف انجريدينت هو الكالسيوم هيدروكسيد زين حتى يسد الابكس وهو بنفس الوقت هو انتي بكتيريال ليش لانه الكلاين الخلايا تحتاج اسيدك ميديوم حتى تعيش حتى هي تطي الاسيديتي حتى توفر لها جود انفايرمنت حتى تعيش فيه فيجيها الكلاين ما تقدر تعيش تموت وراها ورا ما اسوي الكنالز اخلي بيها كالسيوم هيدروكسيد وراها انتظر ايش قد اسوي انتظر طبعا كلها فولو اب وخلال فتره الفولو اب احنا ناخذ اكسري الفولو اب يبقى الى حد 6 اشهر كاقصى حد عندي 6 اشهر وراها بالست اشهر المفروض تنسد الابكس انسدت الابكس راح اشيل التي اف مالتي اللي خلتها وراح اشيل الماتيريالز اللي خلتها بالكنال وادخل فايل ارجع اني هنا عندي بوزيتيف ستوبر كلينيكالي يعني المفروض الابكس هسه هنا عندي تنسد فايش راح القى بوزيتيف ستوبر بهالاريا هاي ومن اجي اخذ اكس راي القى انه الابكس عندي مسدود بالاكس راي يبين يبين راديو اوباسيتي بالاير اوكي زين اذا انا 6 شهور والكنال عندي ما سدد ايش راح اسوي؟ لا يا شلون دكتوره شلون؟ 6 شهور احنا قلنا الفولو اب اقصى حد 6 شهور فاذا 6 شهور وما سدد اطلع الماتيريالز واخلي ماتيريال جديده اوكي؟ شنو هي؟ نفسها دكتوره؟ شنو الماده الجديده؟ نفس المواد؟ ينسد وينسد هو كالسيوم هيدروكسيد لا ليش ما نسد الفترة الأولى بعد؟ إذا ما سدت بالحالة راح أسوي أبيسكتومي. أكو شغلة ثانية، إذا مثلا يجيني هو التوث ويبينج يعني يبقى أوزينج للفلويد بس هو يعني من أول شيء من أول مسألة بس هو لا تندر بيربيشن لا بي فري ابيكال ليجن ما عندي ساينس ولا كل شيء زين يعني اسبتوماتيك بس هو ليش لانه انا عندي اوبن ابيكس فيجي عندي من الابيكال اريا طبعا مو دائما تحدث بس احيانا يكون في حاله اذا صار عندي هيك شيء فالفولو اب وابدل الماتيريالز مالتي بدل ما اخليها 6 شهور انتظر ابدل الماتيريالز هاي الكيس ابدلها كل شهرين الى 3 شهور لنا مفهوم؟ دكتور ما سمع يعني عنده في هالحالة؟ خلت نسد الأبكس الأول ورا ما تنسد الأبكس وراها أشيل الماتيريال وأخلي الأثر أوكي خلينا نشوف هسه خفات نفس الشيء ليش أقول عليها هاي repeated clinical trials؟ لأنه قلنا إحنا مرات ما تنسد الأبكس فأضطر المادة فإذا هي كلينيكال ترايل إلى أن أحصل على الأبيكال كلوجر هاي كالسيفايد بريش قلنا بالأبيكال بورشن شوفوا هسا هنا ايش قد شلون صاير عندي هاي هنا كالسيفايد بريش هنا راديو أباسيتي أوكي بالأريا عادة البريدج وين يكون موقعه؟ موقعه يكون كورونال إما كورونال للأبيكال بارت ليش كورونال؟ لأنه أنا أساساً وين خليت الماتيريال؟ أصلاً خليتها away from apical part مني. من خليت فإذا هي وين راح تتكون عندي؟ راح تتكون هاي بهذا المكان. أوكي؟ إذن أنا راح تتكون عندي.
از هاي الخطوات يعني الان هو فوق الان ما مو جوا الان اوكي اي هو انا ما خليت الماتيريال راح يحصل جوا بس وين مو بالابيكال فوق كورونا الاتجاه اول شيء قلنا نسوي ايزوليشن هذا الربر ده خلينا وبعدين الفايل نخليه حتى ناخذ بي وركينج لين طبعا نستخدم باربي دبروش فور حتى ريموفل لل البالت شامبر نجي على الاريجيشن ماتيريالز الاريجيشن ماتيريالز عندي استخدم هيدروجين بيروكسيد ووراء صوديوم هايبوكلورايد طبعا بيناتهم نورمال سلاي واخر شيء ورا ما اسوي اريجيشن صوديوم هايبوكلورايد نورمال سلاي عاده احنا يعني بالاندور يكون تركيز الصوديوم هايبوكلورايد 10% بس بما عندي اني عندي اوبن ابيكس فيكون تركيزه 5% تركيزه اقل وراها نسوي دراينس للكنال وراها خليت الكالسيوم هيدروكسيد زين ومن خليت الكالسيوم هيدروكسيد ايش راح اخلي فوقها كتل على سيبريتد ميديوم وفوقها تي اف ماتي اللي صار هو الهايبوكلورايد شو يسوي بالضبط لو بس ينظف ايه ينظف هو انت شبت بوتنت انتي بكتيريال كلش قوي فيقول هنا انه البروسيجر ريكومندد ان تو ابوينتمنت زين ف اذا سوينا ان تو ابوينتمنت فباول ابوينتمنت يعني احنا قسنا الوركينج ليست وسويت انسترومنتيشن اوكي ووراها حسب ما هو هنا كاتب عندكم اخلي دراي كتن واقول له تعال بيشنت مره اسبوع الى اسبوعين وانه اني اخلي الكالسيوم هيدروكسيد داخل الكنال اوبشنال يعني كيفي زين انا بالنسبه لي ما اخلي دراي كتن واقول للبيشنت يعني كل شيء ما اخذ اقول كنال فارغ واقول لانه اخاف انه يروح يصير عندي انفكشن صراحه ما يعني ما نسويها فاما اخلي سي ام سي بي اما اخلي ترايكوزول فورمالين او على الاقل هو مو بقول اوبشنال خلي الكالسيوم هيدروكسيد كالسيوم هيدروكسيد صراحه ماجيكال يعني حتى ونس مثلا يستعملوه بين الفيزيتس بتوين فيزيتس اوف اندودونتيك تريتمنت يعني يجي يتخلى وبعدين يجي يشيله يلقى الكنال دراي لان اكلا يعني هو انتي بكتيريا اوكي فيخلوه بس يعني هو هنا أنا كاتب لك إنه توفر وتخلي دراي كاتن بس هاي بوكس يعني برأيي أنا خلي كالسيوم هيدروكسيد أفضل فهاي ديبرايدمنت بسكنز أبوينتمنت مثل ما قلنا نخلي الماتيريالز هاي شرحناها انفكشن تندرنس هاي همين كلها شرحناها نجي هسه الفور سكسسفول ريزلت اوف ابيكسفيكيشنز طبعا هي كلمه الابيكسفيكيشن الابيكسفيكيشنز هذه تعني فور وان ابيكس اوكي واذا تسمعون ابيكسفيكيشن هي هم صحيح هذه يعني جمع الابيكس يصير ابيسيس اوكي فاول شيء الكونتينيود كلوجر اوف ذا كانلز اند ابيكس تو ا نورمال ابييرنس هاي اول شيء احصل من السكسسفول تريتمنت اثنين ادم شيء ادم يعني مثل القبه Apical closures with the canal retaining a blunder post adherence. يعني راح تنسد لي المنطقة هذه. لكن تبقى نفس الشكل. شكلها نفس القبة زين بس عندي الكنالز نفس القبة. blunder post مو مثل apical genesis. يعني شوف إيش قد توسع من إذا قارن إذا نيجيني تور vital وبعدين ينتهي بإندو هاي أفضل لي مما هو أصلاً يجيني non vital. يعني راح أحصل على normal appearance. No apparent radiographical change, but a positive stops in the apical area. ما عندي change بالراديوغرافي. أنا حاجي أشوفه التوث نفسه عريض ونفس طول مادة وكذا. بس الأبيكال فارت رح ألقاه. Positive and radiographical evidence of barrier formal to the anatomical apex of the tooth. هاي همينة جدا. وين يكون البارير موجود؟ كورونال للأبيكال فارت. If the apical closure no occurred in 6 months, هاي هم يحكيناها 3 weeks. وراها ننتهي لقتبرك. ورا ما أخلص treatment تنسد عندي الأبيكس أخلي قتبرك. إيه صوتكم؟ أوكي.
استغنوا مثل ما ذكرنا عن السي ام سي بي. اوكي هسه راح نجي الماتيريال الثاني اللي استخدمه. هسه استخدمتوا الكالسيوم هيدروكسيد؟ فاهمينها؟ اوكي هسه راح نجي انه انا اذا استخدمت ام تي اي او استخدمت البايولينت ما تعرفون الالم خصوصا طب الاسنان يعني نشوفها هوايه يعني تقوي زين. فمكان من كالسيوم هيدروكسيد استخدموا الام تي اي او البايولينت. هذه الماتيريالز وين يستعملوها او وين يخلوها؟ طبعا احنا اوكي نفس الخطوات الاولى دا اسوي لاني ازوليشن وكذا وسويت اكسس اوبننج وسويت انسترومنتيشن ونفس البروسيجرز واوي من الابيكال بارت زين. وراها اخلي الام تي اي او البايودنتين بنفس المكان على الوركينج لينث اللي حددته انا قبل شوي 16. يحتاج الثكنس مالته يكون 4 ملي ويكون بهاي الاريا الابيكال بارت او البايدنتي يجي وياه وعاده يجي وياه انجكتر زين. اذا ما عندك كان اوبليكيتر انت ادفع على الدكر. هو التكستشر مالته يصير مثل الرمل يعني ما راح تحصل على تيست نجي نحطه مثل الرمل يصير اوكي. بس تخلوه بالاول تفكر يعني دفعه وبعدين بالبلاجر والاكس راي المهم اثبته بالمنطقه هذه. الام تي اي اول ما نزل سيتنج تايم مالته 4 ساعات، بعدين قامت الشركات تطور نفسها فصار سيتنج تايم ساعة واحدة، بس أنا يعني مو معقولة أقول للبيشنت أبقى انتظر 4 أو ساعة، وحتى ساعة هواية، فلذلك إحنا ندسمس البيشنت ويجي بأنذر أبوه، بس القصد أني أقدر بنفس اليوم أبشر للتول، هذا قصدي، يعني ممكن إذا بساعة سيتنج تايم وراها أسوي له أبشريشن، ليش؟ لأن هاي لايك ستون شلون الحجاره كلش قوي. اني سديته بايدي تمام اني بايدي سديته مو مثل الكالسيوم هيدروكسيد انتظرت ينسد. اني سويت بوزيتيف ستوبر بايدي ولو اجي على البيشنت على فولو اب ست شهور ولا سنه كذا زين راح اجي هنا عندي ابيكال كلوجر. يعني الام تي اي ماتيريال تشتغل مثل ما يشتغل عندي كالسيوم هيدروكسيد هو راح يبدي همين يسدها للأبيكس. دكتور زين هذه مو أفضل يعني خب للكالسيوم؟ حسب البحوث لقوا أنه طبعا أفضل من ناحية الوقت. الوقت وأفضل أقل فيلة. حتى البريدج اللي تتكون عندي هنا لقوها يعني حسب الارتيكلز العفو لقوها تكون أقوى من البريدج اللي يكونها الكالسيوم. هاي لكم معلوماتكم بس يعني ترى هاي ما مذكورة عندكم. أوكي؟ الصوديوم هايبوكلورايد قلنا 5% تركيزه هاي ذكرناها. الابيكال بورشن يعني يحتاج 4 ملم حتى اس ال بي اوف ذا روت كانال وير كلوز وذ ثيرموبلاستيك كتابيركا. هاي بعد اذا كانت ثيرموبلاستيك كتابيركا او هذه كونفنشنال تايب كتابيركا مو مشكله. الفولو اب 6 شهور 1 year كلينيكال راديوغرافيكال ابييرنس ريزوليوشنز اوف بري ابيكال ليجن are valid options for applications. إذا عندي pre-apical lesions وكذا المفروض كلها تروح. زين. من اللي هسه شرحناه كله شرح نطلع بنتيجة إنه هذا التوز يكون أرضى للفراكتشر. أول شيء لأنه هو نون فايتال إحنا كنا هو أي إندودونتيك تريتمنت زين يعني يكون أرضى للفراكتشر. ليش؟ لأنه نون فايتال. والنقطة الثانية أنه السنتينتينال بوز يعني بلندر باسكنال عريضة ما أخذ من الثكنس مالوه. فقالوا والشغلة اللقة أنه إذا استخدم الكالسيوم هيدروكسيد بالتريتمنت راح أخذ فترة طويلة مو صحيح؟ حتى ينزل. ففكروا قالوا إحنا خلينا نسوي في الماتيريال جديدة أو أنا ليش ما أخلص من هاي المشكلة وأسوي فت شغلة شنو يعني لو أنه رجعنا التوث وسويناه فايتال. هذه شوية البروسيجر صعبة عليكم يعني كان مفروض هي بس البروسيجر بس هم منزل أو صاروا لكم إياها بشكل سمبل بس هم ذاك لكم إياها بكل التفاصيل اللي هي ريجنريتيف إندودونتيك بروسيجرز. هذه البروسيجر يرجعون بها التوث فايتال راح أرجع التوث فايتال. أوكي فهسه راح نشرحها سلايد سلايد
وركزوا وياه، مو صعبة بس تفهموها. أول شيء defined as a biologically based procedure. ليش biologically؟ biologically لأنه أنا راح أستخدم بيها أو راح أستفاد بيها من خلايا حية موجودة داخل التوت ستراكتشر. زين، هو أنا من التوت صار نم فايتال، إيش صار عندي؟ شنو اللي صار عندي بيدمج الدنتين وروت ستراكتشر والسيل أوف ذا بولب دنتين كومبلكس؟ مو صحيح؟ شوف إيش يقول، منو اللي صار عندي بيدمج؟ أول شيء يقول الدنتين، مو صح؟ الدنتين خلايا ما توقفت بعد ما عندي سكندري دنتين، فمدى تتسدل لا الكنال ولا دا يتغير شكلها. هاي واحد الدنتين. إيش دا يقول بعد؟ السيل والروت ستراكتشر، روت أوبن أبيكس بقى، وعندي البلب دنتين كومبلكس، الخلايا مع البلب دنتين كومبلكس، الخلايا الموجودة بالبلب والدنتين اللي تشتغل اشتغلت. بس شوف شلون عشان دي شلون يعني سبحان الله، شلون الخلايا اللي تفيدني وشلون بدها تسوي لي شغل. شوي شوي نجي عليهم. This procedures a biological alternative. ليه هاي ذكر أستحج لكم إياها؟ لأنه أنا عندي ذا استخدم كالسيوم هيدروكسيد والMTA بيودنتين أبيكسفيكيشن اللي إحنا صحيح traditional procedures هذه. زين؟ راح يبقى التوث شكله والكنالز بلندر باس كنالز والويك. مو صحيح؟ زين. فلذلك إحنا استخدمنا هذه procedures. The last two decades improvements are come by this technique include. إيش راح يسوي لي هاي التكنيك؟ راح يسوي لي healing للperiapical pathology. إذا عندي pathology بالapical part راح يسوي لي healing. إذا sinus أو periapical lesion continued development root راح يسد لي الapex. الشغلة الثانية increase the thickness of root canals. ليش؟ يعني راح يرجع tooth vital. فأكيد راح يزيد لي thickness مال root canal wall. الwall. هذه مفتهمتوها؟ هذه يعني أول شيء إيش راح يصير؟ خلي أشرحها. أول شيء healing إذا استخدمت هذه الطريقة، يعني أول شيء إذا عندي periapical lesion هنا راح يصير بي healing. الشغلة الثانية زين راح يفسد لي الأفيكس، راح يصير vital. الثالث شيء increase the thickness مع root wall. شنو هي الانجريدينت اللي يشتغل عليها اللي يعتمد عليها اللي احنا نصيرها تشو انجينيرينج الهندسه؟ شو راح يشتغل؟ راح يشتغل على الستيم سيلز. انا شرح احتاج ستيم سيلز والسكافولدز والجروث فاكتور، راح نجي عليهم وحده وحده. ستيم سيلز شنو؟ خلايا جذعيه. زين، بالتي فور راح الاقي هاي الخلايا الجذعيه. طبعا شنو خلايا جذعيه؟ undifferentiated cells that continuously divide. خلايا جذعية بعدها ما صار بيها differentiation. اوكي؟ زين، واللي هي continuously divided وين ألقاها بالأسنان؟ ألقاها steam cells، أخذها من الأبيكال بابلي من الدنتال بابلي steam cells and periodontal ligament. يعني موجودة عندي خلايا جذعية هاي الفلط بالفلط، شوف ثلاث مقالات بالفلط وبالأبيكال بابلي هنا. زين، في بالبي دي ليجامنت هنا ثلاث مقالات الستيم سيلز موجوده فيها بالبال وبالابيكال بابلي وبالبي دي ليجامنت. زين، نجي هسه على السكافولد. هسه اول شيء عرفنا خلايا جذعيه موجوده. نجي على الشغله الثانيه الكي اللي راح اشتغل عليه السكافولد. شايفين هاي الصورة؟ كأنما يعني شلون المش شبكة ماتريكس. السكافولد هو عبارة عن ماتريكس. هذا الماتريكس شنو وظيفته؟ يسوي لي سيل اورجانيزيشن بروليفريشنز اند ديفرنشيشنز. ماتريكس في الحقيقة يعني اختصر لكم اياه، هو اما يكون ناتشرالز او قد يكون يعني مصنع. الناتشرالز يعني شلون احصل عليه؟ هسه شو راح اسوي حتى احصل على هذا؟ هو ايش كاتب بعده؟ احصل عليه من البلاد كلوتس. زين، من الدنتين. شلون احصل على البلاد كلوتس؟ نسوي اوفر انسترومنتيشن. ها؟
هسه راح نجيها من نبدي البروسيجر بس حتى من هسه تعرفوا شلون انا حصلت لدكتور راح نبدي نسوي اوفر انسترومنتيشن فراح يصير بليدنج داخل الكنال بعدين يصير هيلينج فاي ورا ما يصير بليدنج راح احصل على الكلوت فهذا الكلوت ايش راح يسوي لي ماتريكس ماتريكس هذا الماتريكس اللي شفتوا شكله هسه قبل شويه زين راح تجي تقعد بيه الخلايا اللي هي اهم شيء بيها الستيم سيلز من تقعد بيه راح يجيني العامل الثالث الكروس فاكتور سمينه وحتى شيء يشتغلون يسوي لي سيل يعني اورجانيزيشن ينظمهم وبعدين البروليفريشن تبدي يشتغلون عليه فاني هذه مثل المشفنت ما تعرف فهمتوني داخل الكلى راح يتكون لا فشي تجي تقعد بيه الخلايا احتاجه ما حتى فشي المكان ما دخل عجينه على عندي ماتريكس وادا قاعد بيه الخلايا زين قلنا الكلمه كونتمبرر يعني معاصره ريبارتد اندودونتكس بروسيجر اوريجينيتد هاف يوز دنتين اند بلاد كلوت تو بروفايد سكافولدز زين قد تكون ناتشرال وقد تكون سانثيتكس نجي للجروس فاكتور العامل الثالث اللي راح يشتغل لي بعد البروسيجر هو فهل عرفت ليش هو بيولوجيكال لان كله من الجسم ف بيولوجيكال الجروس فاكتورز هي بيولوجيكال سيجنالينج بروتينز لهنا واضح هي عباره عن سيجنالينج بروتين شنو وظيفتها سيجنالينج بروتين وظيفتها ريجوليت السيلولر بروليفريشنز والديفرنشيشنز اند الماتوريشنز هسه احنا عرفنا عندي ماتريكس وعندي ستيم سيلز بعد احتاج اللي راح يشتغل لي على الستيم سيلز اللي هو الجروث فاكتورز وهسه راح نشرح شلون اني احصل على الجروث فاكتورز زين mainly on the ability of root canal dentin to release اذا منين يجي هذا السيجنال البروتينز يجي من الروت كانال دنتين منين احصل عليه من الدنتين ما الروت كانال To release important signaling molecule that may play an important role in regenerative procedures. The most contemporary regenerative endodontic procedures rely on the chemical debridement of the root canal. يعني شنو chemical debridement؟ يعني mainly on irrigation رح يعتمد على irrigation. لأنه ما راح أشتغل ويكون أنه without or with simple or minimal or with no mechanical instrumentation. فإذا راح أعتمد على الكيميكال. هسه واضح لو أعيدها على السريع حتى. آخر شيء. إحنا قلنا راح يعتمد لي على ثلاث شغلات. أول شيء الستيم سيلز اللي أدي بالبيدي دي قامت هساي ما تهمني البيدي دي قامت راح تهمني. الموجودة بالبالب وبالأبيكال بابلي أوكي؟ هاي الستيم سيلز والشغلة الثانية السكافولد اللي قلنا أما أن يكون سانثيتكس أو يكون ناتشرال شلون أحصل عليه قلنا أوفر انسترومنتيشن أحصل وهم راح أضيف سانثيتكس والكولاجين بعدين من نشرحها فأوفر انسترومنتيشن راح يصير عندي بليدنج هنا راح أحصل على السكافولد أوكي؟ وبعد ايش احتاج هاي السكافولد طبعا راح تشتغل بيه الستيم سيلز وبعد ايش احتاج الجروث فاكتور جروث فاكتور سيجنال ناتشرال سيجنال بيولوجيكال سيجنال بروتين زين فور ذا المانيفيستيشن اشاره للخلايا الجذعيه فور ديفرنشيشن اوكي يحفزني زين منين يجيني السيجنالينج بروتينز يجيني من الدنتين ماروت مو عندي هذا روت بدنتين مفهوم؟ فهذا هم الجروس فاكتور عندي فالجروس فاكتور لازم اني احفزه يتحفز الجروس فاكتورز بطريقتين قبل من هسه اخليها ببالكم يتحفز بطريقتين الطريقه الاولى من الاريجيشنز اللي راح استعمله وماتيريالز من اي دي تي اي راح نجي عليه هاي وحده اسوي لها كونديشنينجز للبولز كونديشنينج يعني اني اقلعها كونديشنينجز مكان الانسترومنتيشن مفهوم؟ هاي وحدة والطريقة الثانية من الانتيبايتك اللي هسه راح استخدمها لهنا مفهوم؟ تمام مفهوم لو عيد
فاذا هسه صار عندي هنا سكافولد وقعدت بها الستيم سيلز واجاها الجروث فاكتورز اللي هو سيجنالينج بروتين. منين جاي الجروث فاكتور؟ جاي من الثاينل من البيتي ماروت. مراكز الطاقة مراكز الطاقة. انت مو تريد تصير حسن على هذه النقطة لك البارحة مو تريد على الأرض على الأرض كده الإرضية حسن تقب دكتور داني بيك على جويسكي هو لا هو من هو اللي عندك الأوفن أفكس هو يعني هو فيه أو إذا كبير مثلا واقع من هو الطفل وبقى أوفن أفكس The main objective of chemical debridement elimination of microorganisms. Chemical debridement هسه احنا اتفقنا شنو معناها؟ irrigation. زين شو راح استفاد من irrigation؟ اول شيء انت تخلص المايكروورجانيزم انتي بكتيريا. زين هسه راح اجي استخدم صوديوم هايبوكلورايد مره اخرى. And necrotic tissue from the root canal system. Suggested essential factor and successful طبعا اكيد لانه حتى اقضي بها على المايكروورجانيزمز. زين root canal irrigations اللي هو صوديوم هايبوكلورايد. الصوديوم هايبوكلورايد احنا قلنا بالاوبن عاده قلنا 10% وبالافكسيكيشن لينا اوبن افكس استخدمناه 5% هنا راح استخدمه 1.5% اقلله. ليش اقلله؟ لانه اخاف من التوكسيك افكت اللي اثر على البلب ستيم سيلز. انا هسه اريد استعمل بلب ستيم سيلز مو يعني مجرد فاخاف عليه الستيم سيلز. هالمرة قللت بعد أكثر. إيش قد تركيز صوديوم هايبوكلورايد؟ واحد. زين. هاي الكونسريشنز هاي هسه تقولي إنه أدها في هانفول بس. لذلك قللنا. On the other hand, root canal irrigation. والirrigation الثاني اللي راح استخدمه هو الـ EDTA. الـ EDTA هذا مهم جدا في هاي البروسيجر. تركيزه 17%. وهو يسوي لي طبعا ها حيكون هو recommended as a final irrigation step. ال EDTA هو راح يسوي لي conditioning. صار مو انتي كوغرانت لا EDTA راح يسوي لي conditioning. اوكي ده موجود كونديشن في باكن EDTA. EDTA نستخدمها داخل الكنالز اي ما له علاقه بالدكتور. هو الاكثر فائده الى شنو داخل الكنال؟ احنا بالعكس احنا ما ندور هيجي شيء بيجي بروسيجر يعني بدليل انتم استناحه راح تشوفون حتى الانستيزيا المستعمله هي وداوت ادرينال لانه هو يريد يصير بليدنج. تمام اوكي فحتى الانستيزيا اللي استخدموها هي ما بيها يعني نو ايفاين تو كونديشن سوبرفيشال روت كانالز وولز بروتين حتى يطلع لي الدنتين بروتين ماتريكس مثل ما قلنا امبروف الدنتال هيلث ستيم سيلز بروليفريشن. اي هسه اول شيء منو اللي ساعدنا حتى يطلع لي السيجنال بروتين؟ حد الان الاي دي تي اي صح يساعدني يسوي كونشن هاي اول واحد. زين وراها ايش راح نخلي داخل الكنالز؟ هنا انا شارح لكم الماتيريالز اللي راح نستخدمها داخل الكنالز اللي هي انتي بايوتيك ميكستشر اند كالسيوم هيدروكسايد. ممكن استخدم كالسيوم هيدروكسايد ممكن استخدم الميكستشر اوف انتي بايوتيك. عندي تريبل تايب اوف ثلاث انواع من الانتي بايوتيك اللي راح استعملها اللي هي ميكرونيدازول يعني هي شنو فلاجيل وستبروفلوكساسين اللي هو السكرادات وعندي الماينوسايكلين هذا تربل انتي بايوتيك بيس اخلي ايكوال ماتيريالز ترجع لداخل واخبطهم سيستم وذ ووتر عيني ولا سيستم لا لا ماري سيستم هاي داخل الكنال راح اخليه تخربطهم هذه داخل الكنال هذا يحسب مو قلنا الاي دي تي اي يسوي لي كونديشننج للوول مو هسه قلنا كونديشننج ويطلع لي سيجنال البروتين هاي العامل الثاني اللي راح يطلع لي السيجنالينج بروتين خليه داخل الكنال هسه
اول شيء الاي دي تي اي والشغله الثانيه انتي بايوتك. مفهوم؟ تمام. لهنا مفهوم؟ ان شاء الله. اوكي؟ زين. ايش لقوا؟ لقوا انه الماينوسايكلين بيسوي لي ديسكلاريشن. انا راح اوقع بمشكله ثانيه. الماينوسايكلين هو من جماعة التتراسايكلين والدوكسيسايكلين والدوكسيدات عادة حتى يعني ممنوع للأطفال الصغار وممنوع نطير للحيوانات. مو صحيح؟ يعني يسوي لي فرمنت ديسكلاريشن. فلقوا إنه الماينوسايكلين دا يسوي لي مشكلة، دا يسوي لي ديسكلاريشن. فش قالوا؟ قالوا أنا من دا أخليها داخل الكنالز التربل ماتيريالز عندي خلي أسوي لها سيرم أسد حتى ما يطلع للإخرام. فش خلوا فوقه؟ خلوا فوقه فلوبل كومبوزيت. طبعا هنا كاتبين كون بقيتها مثل ما مكتوبه بالمحاضرة، كاتبين سيلينج ديفولت تشامبر وذ فلوبل كومبوزيت بيفور ذا تربل انتيبايتك تيست ابلكيشن. لا هو ماكو بيفور، انا اخليها واخلي فوقها يعني افتر المفروض، يعني اخلي الماتيريالز هنا داخل الكنال واسوي سيلينج فوقها. صحيح؟ يعني بالعقل احنا هيك يعني، واخليها هنا حتى الفوق الفلوبل كومبوزيت حتى بعد ما تروح للإخرام. اكثر شيء ما قلت خلي الستيم سيل بعدين خليها بوكلا رايت ونخففها. زين ليش ما خليها بوكلا رايت بعدين خلي الستيم سيل؟ لا ما حكينا على الاول والثاني بعد ما له علاقه. لا خففتي؟ خففنا بالاريجيشن حتى ما يموت لي الستيم سيل. ما يكون ستيم سيل ناتشرال. هذا لحد الان دا يحكي ان جنرال. يعطيكم فد افكار زين بعدنا ما فاتين بالبروسيجرز وترسيبها، فلحد الان بس افكار يعطيكم عن الموضوع. تمام مفهوم؟ زين هسه وراها التراكيز اللي راح استخدمها، مو بس انه اني اخاف على الاستمصاص من الصوديوم هايبوكلورايد، وانما اخاف عليها ايضا من منو؟ من الانتيبايوتيك اللي راح استخدمهم. فالانتيبايوتيك يعني وصلته الى 0.1 ملي جرام لكل ملي لتر او فودر. قللت يعني كلش دوز قليل يكون. يجي جاهز هذا لو على مود لا احنا نخطه. زين على مود شنو سوينا هو دا يقول لك ميكس هو دا هو دا يعطيك فانت يعني موجوده البروسيجر عندك انت اخطط. زين على مود تو افويد ستيم سيل توكسيسيتي. ماشي؟ The effect of calcium hydroxide is antibiotic mixture. بس هو هنا procedure mainly they يشرحها على ال triple antibiotic. disinfection, utilizing irrigations and intracanal. طبعا هستفاد من irrigations من medicaments. على مود ايش راح يسوي لي eradicate root canal infection. راح يشتغل هاي حكيناها. زين ايش قالوا بعد؟ قالوا انه انا ليش ما ابدل الماينوسايكلين اصلا؟ ابدله يعني قسم من عندهم شالوه، قالوا خلينا نشيله، قسم قالوا خلي ابدله. خلي ابدله بغير انتيبايوتيك، فاستخدموا كليندامايسين، سيفاكلورس، اموكسيسيلين، ريسنس ان فيترو ستاديز. تعرفون شنو فيترو؟ فيترو عفيف. بالمختبر الحيواني. عفيف من مختبر او مو شرط حيواني. حتى لو اشياء مثلا على تيث او شيء يعتبر فيترو. ريستونز كونسيرت، فيريوس انتيبايوتيك هايدروجين. اخاف على الستيم سيلز مالتي من الانتيبايوتيك الهايدروجين. زين هسه راح نجي نشرح البروسيجرز. هسه راح نجي على الترتيب مال البروسيجرز. اوكي American Associations of Endodontic has recommended the following treatment protocol. First appointment. The first appointment راح نعطي أكيد local anesthesia. Without. ولا بس هنا ما قال without. Okay. بعدين the second appointment. فهنا ما راح أسوي over instrumentation. After administration with local anesthesia, the affected tooth. Isolated rubber dam excess opening into the pulp chamber. Haiwa. A file is placed 1 millimeter from the root end. Ma atqal apical part. Okay. Radiograph is made حتى أحفر على working length.
هنا مفهوم؟ ان شاء الله. هسا راح نجي على الاريجيشن. هسا انا سويت اكسس اوبننج واخذت وركينج لين، بس احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا راح نعتمد على الاريجيشن، ما راح اسوي استمنتيشن اور ذا مينيمم استمنتيشن، مو صحيح؟ زين. فالاريجيشن مالتي 20 مول اوف 1.5% صوديوم هايبوكلورايد فور، يعني ايش قد تجيكم تليفون؟ ترى هو بس بس ركزوا وياي، شوف ايش قد راح اعتمد على الاريجيشن. الاريجيشن وحده زين راح ياخذ من عندي 10 دقائق. الاريجيشن وحده راح ياخذ من عندي 10 دقائق. خمس دقائق اسوي اريجيشن بصوديوم هايبوكلورايد 20 مول. 20 مول تعرفون يعني ايش قد؟ يعني ذا سرنجايات 2.10 زين، وسلولي طبعا لازم. صوديوم هايبوكلورايد فور 5 مينت، وراها اريجيشن 20 مول اوف نورمال سلايد فور 5 مينت. ايش قد صار؟ 10 دقائق. 5 في 5 10 دقائق. دفعة واحدة تكون صح. اي داخل الكلام. بدي التكنيك 20 هو حدد لك اياه. 20 مول تقسمها على 5 دقائق. اوكي؟ ايش راح استخدم عندي سيستم اوف اريجيشنز؟ اما تكون كلوز اند نيدل او اندو باك نيجاتيف بريشر اريجيشن سيستم. ليش؟ على مود ما اذي السيلز مالتي وما يندفع ايثيكالي. اوكي؟ حتى الارجنس ما يطلع. انتوا لا تنسون اني عندي اوبن ابيكس. زين الفينل از دراي، بس سويت اريجيشن. اريجيشن وحده تطول 10 دقائق. زين ورا ما سويت الاريجيشن راح اسوي دراينس. ورا ما سويت الدراينس ايش راح اجيب واخلي داخل الكنال؟ الانتي بايت بس حكينا او الكالسيوم هيدروكسايد اخليها بالكنال عن طريق جهاز او سرنجة خاصة او لنتلو سبايرال او سنتركس سرنج. اوكي هاي احنا قلناها مو نخبط يعني تكون اوبن ميكسر جرام ميكسشر مساوي والديستال ووتر راح اخليها داخل الكنال. من خليتها داخل الكنال هنا انا واضح، بس احنا لحد الان استوينا وركينج لين اخذنا سويت الريجيشن ثلاثة انتبايتك جبت الانتبايتك مالتي خبطته وخليتها داخل الكنال مفهوم؟ ورا ما خليتها او كالسيوم هايدروكسايد خليت الانتبايتك داخل الكنال وراها راح اخليها او لا اول شيء احنا قلنا عندي ماينوسايكلين اي فنخلي فتشي تمام ديسكلاريشن زين سيل اول شيء اسوي وراها تي اف مالتي اوكي هذا يقول 3 الى 4 ملي كبد وبعدين تمبرري ريستوريشن ايش قد اقول له يلا يجي اسبوع الى 4 اسابيع من انت كيف من اسبوع الى 4 اسابيع فلو هذا هو الاسترنج اللي استخدم بيها خلي بيها الانتي بايوتيك وندفعها داخل الكنال راح يجيني بالسكند ابوينتمنت هسه انا خليت الانتي بايوتيك وراح اوبيتاوي هسا انا سويت بالاريجيشن المن حفزت سيجنالينج بروتين مو صحيح؟ نعم وخليت انتي بايوتيك هل انا شنو حفز؟ سيجنالينج بروتين جروث فاكتور خوش حكي؟ نعم هسا انا راح يجيني بالسكند ابوينتمنت اذا الامور تمام راح انتقل للفيزيت الثاني الستيب 2 يعني هسا صار عندي انا شهيئت سيجنال بروتين سيجنالينج بروتين بقاش احتاج سكافولد صحيح راح تجي من اكو سكافولد راح تجي ستيم سيل تقعد فيه فاني اعطيته ايش قد مجال اعطيته من اسبوع لاربع اسابيع حتى يجي اذا والله الامور مو تمام وعنده تندرنس وكذا وهاي ايش راح اسوي؟ اعيد الفيزيت الاولى نفسها اذا الامور مو زينه وعنده ماليشن او فراح اضطر اعيد الفيزيت الاولى وهم اقول له تعالي ورا اسبوع لاربع اسابيع إذا الأمور تمام أكمل. خوش حكي؟ ما
نوعي ليش؟ أنا أريد بريدين. أوكي. وراها. طبعا أكيد يعني أفتحها. إنتراكنال بيست إز ريموفد. شلون أوخر البيست الأنتي بايتك الموجودة عندي أنتي بايتك خلته من الفيرست فيزيت. شلون أشيله؟ أشيله باي إيريجيشن. وذ 20 مول. هسه هنا أنا إيش راح أخلي؟ إي دي تي. بالفيرست فيزيت شو استخدمت؟ صوديوم هايبوكلورايد استخدمت نورمال سلايد. شو اشتغل صوديوم هايبوكلورايد؟ انتيسيبتك. زين وخليت الانتي بايتك حتى شو يسوي لي؟ كونديشنينج. هسه هنا ما راح يسوي لي كونديشنينج الاي دي تي اي 17%. مفهوم؟ تمام. ورا ما اسوي اريجيشن بالاي دي تي اي 17% اسوي اريجيشن نورمال سلايد يوزنج ا كلوز اند نيدل اور اندوباك. حتى يعني احفز ال اي احفز السيجنالينج بروتين. زين ورا ما سويت اريجيشن بالاي دي تي اي نورمال سلاين شو راح اسوي؟ اسوي دراينس باي لارج بيبر بوينتس. ورا ما سويت دراينس راح اجي اسوي بليدنج. شلون احفز اوفر انسترومنتيشن؟ صارت عندي الكانال كلها بيها بلاد، مو صحيح؟ وراها البلاد اني اوقفه 3 ملم من فروم ذا سيمنتو انامول جانكشن. من هنا اسوي احددها بيبر بوينت وادخلها قياسات كلها قياسات 3 ل 4 ملم هاي المنطقه بس اسويها دراي وهاي تبقى بيها بليدنج. مفهوم؟ شو يعني احدد على البيبر بوينت؟ أشر عليها البيبر بوينت وأدخلها. مفهوم؟ وراها ايش أخلي؟ أخلي كولاجين ماتريكس. هذا مصنع الماتريكس. كولاجين ماتريكس such as the polo plug is placed at 3 millimeter below the cemento enamel junction. below the cemento enamel junction. هنا عندي bleeding. وهنا عندي سويت dryness. وراح أدخل الكولاجين ماتريكس. عندي هذا ماتريكس ناتشرال لوت وعندي هذا ماتريكس انا خليته. مفهوم؟ تمام. مفهوم؟ لا عندي سؤال. بعدكم؟ اول شوي بعد. لا راح نخلص. ما بقى هواي يلا بس ركزوا وياي. وراها 3 الى 4 ملم اخلي ام تي اي. Is placed followed by reinforced glass enamels and permanent coronal restorations. خلينا نخلي طلعتكم الصور حتى شوي صار أوضح. ما عليه كوب عليه فيديو. زين. هذا عندي إمتشوتي. أوكي. سويت له over instrumentation. ناس سويت over instrumentation. إن أنا صار عندي بليدين. مفتول عندي كلوت. سويت دراينس في هاي المنطقة. وخليت شنو؟ انتي الكولاجين او ايش؟ كولاجين ماتريكس. وراها ايش خليت؟ خليت ام تي اي. فوق الام تي اي خلون جي اي سي جلاس انومر سيمنت بعدين تمبرور ريستوريشن مالكم او فاينل ريستوريشن مو مشكله لانه هو المفروض راح يبقى فايتال. ومرات يقول لك لا نستغنى عن الام تي اي بجلاس انومر. الجلاس انومر سيمنت جلاس انومر لا يسوي لي ستينينج لا شيء. واضح؟ شوفوا ورا الفولو اب. ورا الفولو اب اخر صوره. روت فولو توث شلون شكله تغير؟ كونيكا الابكس انسدد الدنتين عندي البولز قام يشتغل الكنال كونيكال شيب. مفهوم؟ فاهمين؟ تمام دكتوره. اكو شيء صعب؟ الحمد لله. يعني نسبة شيء. مو احنا قلنا اذا ما ناجحه نرجع. ما مشتغلين بها هواي. اي. يطول الفولو اب مالتك كلش. الفولو اب مالتها راح يصير افتر 6 مانث انولي سنويا. اول شيء 3 اشهر بعدين 6 اشهر بعدين بالسنة لمدة 4 سنين الفولو اب. هذا اللي برايفت. هو احنا المفروض. المفروض تشيك اب كل 6 اشهر احنا يعني حتى اللي ما اسنان النظيفه ما عندنا. زين
بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق مو من وقت العيادة يلا إذا صار 27 دقيقة إذا وراها راح نشوف أنه البون healing within 2 years of treatment should be expected. إذا عندي pre-apical lesion بالمنطقة المفروض أنه يصير بون مكانه، لأن عادة الليجن من يصير موجود عند الليجن راح يعني يكسر يبين ريجولوسيس، أوكي راح يصير عندنا. يلا degree of success هنخلص بس إحدى وراح نخلص. the primary goal اللي راح أحصله هو شنو هو absence of symptoms and radiographical evidence of periapical healing. أول نقطة راح أحصل على periapical healing. النقطة الثانية زين أنه راح يزيد thickness my root walls and increase in the length of immature tooth. راح يرجع للtooth vital. همينة راح يطول length وهمينة راح تنسد الأفيكس كل signs and symptoms والthickness my wall. وأكثر شيء هذا آخر سلايد، وأكثر شيء أنه high level of success أنه أنا راح أرجع vitality. صحيح؟ تمام هذا. راح أرجع vitality. التوث راح يرجع vital. لا discoloration. لا لا التوث يكون أرضى للfracture. كنت عارف صباح بتشيله ولا؟ إيه راح يرجع vital. دكتورة؟ ترى دخلت بكل يعني العلاجات بكل شيء العلاجات الستيم سيلز. دكتورة؟ هو انا ما سويت له اندو بعد شنو الفايتال اللي راح يبقى بيه وين اندو وين الحين انت جاي يعني لا انسترومنتيشن لا يعني اقصد دكتوره من دخلنا المواد للكنال وهذه من دخلنا المواد للكنال دكتوره احنا مو قلنا ادكسيفيكيشن لا كانس نون فايتال يعني شلون هذا رجع فايتال يعني رجع الفايتاليتي مال هذا رجع الفايتاليتي مو هذا هو 24 دول من الاسترومنتيشن من الاسترومنتيشن قلنا انه اني الافكسفيكيشن التوث راح يكون ارض الفراكتشر مو صحيح فكروا بطريقة ثانية يرجعون الفايتاليتي ها هي الطريقة يرجع بها الفايتاليتي اذا صار فيلر راح ارجع للتراديشنال تريتمنت اللي هي الان تي اي افكسفيكيشن هذه تاشتي تو انا اي كويستشن